السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نحكي عن قصة أحد أبطال الفتح الإسلامي وهو محمد الثقفي، فاتح بلاد السند وأحد أصغر الفاتحين على مر التاريخ الإسلامي، ولكن الطريقة اللي قتل فيها طريقة مشابهة لمقتل قتيبة ابن مسلم وفي نفس العام، فخليكم معي حتى تعرفوا كيف قتل. في البداية أحكي شوي عن فتوحاته وعن سيرة حياته وكم عمره لما استلم قيادة الجيوش وكم عمره لما توفى، فخليكم معي. محمد بن القاسم الثقفي هو ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، واسمه محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، ولاه الحجاج ثغر السند في سنة 89 هجرية، وسير معه 6000 مقاتل فقط، وجهزه بكل ما يحتاج إليه، وكان في 17 من عمره. فسار من العراق باتجاه ثغر السند، وجعل لا يمر بمدينة إلا افتتحها إما صلحا أو عنوة، حتى وصل إلى مدينة عظيمة اسمها الديبل، وهي تسمى الآن كاراتشي، عاصمة إقليم بلاد السند في ذلك الوقت. فقدمها يوم جمعة، ووفته سفن كان حمل فيها الرجال والسلاح، فخندق حين نزلها، وأنزل الناس منازلهم، ونصب منجنيقا يقال له العروس، كان يمد به 500 رجل. وكان في المدينة صنم عملاق عليه سارية سفينة عملاقة عليها راية حمراء، إذا هبت الريح طافت في المدينة، فحصرها وطال حصارها، فرمى هذه السارية بحجر من منجنيقه العروس فكسره، فتطير الكفار بذلك. ثم أن محمد ناهضهم واحتدم القتال بينهم، وقد خرجوا إليه فهزمهم حتى ردهم إلى بلدهم، فأغلقوا أبوابهم، فأمر محمد بالسلالين فنصبت وصعد عليها الرجال، ففتحت عنوة واستمر القتل فيها 3 أيام، وهرب عامل الملك داهر عنها، وأنزلها محمد 4000 من المسلمين، وبنى جامعها وسار عنها، ولقي بطريقه مدن كثيرة صغيرة افتتحها، حتى سار إلى نهر يقال له مهران، وعلى ضفة النهر على ضفة النهر مهران الأخرى الملك داهر، وقد أعد له العدة لقتاله، فاجتمعوا على جسر على طرف النهر وداهر مستخف به، فلقيه محمد والمسلمون وهو على فيل وحوله عدد من الفيلة، فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله قط، واستمر القتل حتى المساء، وترجل داهر فقتل، ثم انهزم الكفار وقتله المسلمون كيف شاءوا. ثم أنه سار وافتتح مدنا كثيرة حتى المدن الجبلية، وكانت صعبة عليه جدا، حتى وصل إلى نهر يسمى بياس فعبره، ووصل إلى مدينة تسمى ملتان، وهي أعظم مدن إقليم البنجاب، فقاتل أهلها وانهزموا، وحصرهم محمد داخل مدينتهم، فتحصنوا، فطال الحصار، فجاءه إنسان ودله على قطع الماء الذي يدخل إلى المدينة فقطعه، فعطشوا أياما فألقوا بأيديهم ونزلوا على حكمه، فقتل المقاتلين وسبى الذرية وسدنت الصنم الكبير، وأصابوا ذهبا كثيرا فسميت الملتان ثغر بيت الذهب، وكان صنم الملتان تهدى إليه الأموال والذهب من كل البلاد، ويحج إليه من كل حدب وصوب، والرجال يحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده، وكانوا يعظمونه جدا لهذا الصنم. فعظمت فتوحات محمد، ونظر الحجاج في النفقة التي أنفقها على ذلك الثغر فكانت 60,000 درهم، ونظر إلى الذي حمل إليه فوجده 120,000 درهم، فقال ربحنا 60,000 وأدركنا ثأرنا ورأس داهر، وكل هذا فقط في 4 أعوام من عام 89 هجرية إلى 94 هجرية. وفي عام 95 هجرية توفي الحجاج، وكان بمثابة الضربة القاضية التي وجهت إلى محمد بن القاسم، وذلك نفس سبب نقمة سليمان بن عبد الملك، نفس سبب نقمة على قتيبة، أن محمد بن القاسم قد استجاب لطلب الوليد بخلع سليمان وأخذ البيعة لابنه عبد العزيز. فسرعان ما تولى عزل سليمان بن عبد الملك الخليفة الجديد، وولى مكانه شخص يقال له يزيد بن أبي كبشة بلاد السند، فأخذ محمدا وقيده وحمله إلى العراق، فقال محمد متمثلا أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، فبكاه أهل السند من نساء ورجال ومسلمين وغيرهم لما كان
فيه من عدل وحسن خلق وسيرة مشرفة وملك قوي وشجاعة قل مثيلها. فلما وصل العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن والي العراق في مدينة واسط وعذبه وأقرباؤه حتى قتلهم جميعا. وكان الحجاج قد قتل أخاه آدم أخا صالح فأخذه بقتل الحجاج لأخيه. كان عمره فقط حين قتل 24 عاما، وقتل رحمه الله تعالى في سنة 96 هجرية مثل قتيبة. وكان فارسا شجاعا مقداما مجمعا عليه ذا رأي وسؤدد قل نظيره في تاريخنا الإسلامي، ذهب أثر حقد دفين من والي العراق وسليمان بن عبد الملك. لهون كانت الفيديو تبعنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، والصور اللي بقلب الفيديو لمدن باكستانية. والسلام.